ايه رايك في التجربه؟ اكتر تجربه متحمسه اجربها. اكيد متحمسه. اكتر حاجه انت محتاجاها صح؟ قصدك ايه يعني يا ماما؟ لا وعلى ايه، ما اقصدش حاجه. يلا بينا نجرب. فتح ولا ايه؟ يلا نجرب. يلا بينا نجرب نشوف هتنجح ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض. انا جبت المعجون والجلو، وانا جبت المسدس. ويلا بينا يا جماعه، لو التجربه نجحت انا هكون مبسوطه جدا. مش هقابل في حياتي ضغط كده وضغط كده وضغط كده، لا يعني في ناس بتعمل مشاكل. فنجرب مع بعض كده ونشوف هتنجح ولا لا. وهنرجع المعجون كله لورا ونتاكد ان مفيش معجون في المكان ده، عشان لما نعمل الشمع يبقى معمول بشكل ضيق ان هو يطلع لنا المعجون. ونفضي الشمع بالطريقه دي. مسمس طبعا متحمسه جدا للتجربه. انا متحمسه جدا بس عندي احساس انها مش هتنجح. لا انا عندي احساس انها هتنجح. المفروض ان احنا بعد ما نخلص الجلو نحطه عليه نسيبه يبرد خالص وينشف، وبعدين نخرجها. شفتوا اللون بيبتدي يتغير، كل ما ينشف اكتر اللون بيتغير اكتر. صح. لحد ما بقى اللون ده، وبصوا التجربه عملت ايه، فاجئتنا كلنا. تجنن. تجربه ناجحه. تجربه جميله جدا يا مامي. ايه رايك انا وانت نجربها؟ انت واحده وانا واحده. وانت معجون وانا معجون. استني يا ماما، عندي فكره. بالسلايم اللي احنا عملناه امبارح هنحطه في البالونه. تجربه السلايم امبارح اللي نجحت. طيب تحبت. يلا بينا نجرب بالسلايم. السلايم ده انا ومسمس عملناه امبارح وطلعت تجربه ناجحه. لو عجبكم وحابين ننزل لكم فيديو طريقه عمل السلايم، يلا بينا هنوريه لكم دلوقتي. ومسمس تعمل واحده وانا واحده، وكالعاده شوفوا بتاعت مين احلى. بتاعتنا طبعا هتطلع احلى. اما نشوف. هنوريكم دلوقتي السلايم اللي عملناه امبارح عشان تشوفوا القوام بتاعه. شفتوا وايدينا اهي، احنا كنا عاملين لونين ومسمس حطتهم على بعض فطلعوا لنا اللون الثالث ده. لو حابين تعرفوا عملنا السلايم ده ازاي اكتبوا لنا ونحطه دلوقتي في البالونات ونشوف. جبنا كوبايه صغيره زي دي عشان نحط البالونه فيها ونقدر ان احنا نحط السلايم. نعملها بالشكل ده كده عشان نعرف نحط السلايم. الحته دي كفايه، ممكن تحطي صباعك معايا تفتحي لي اللي عند ايد مسمس. اطلع ايدي. لا سيبي ايدك جوه. ايوه اكيد طلعيها. حاولي. تجربه ممتعه استمتعنا بيها وطلعت تجربه جميله. شايفين شكله حلو قوي، جميل جدا. لو حابين الطريقه اللي عملنا بيها السلايم اكتبوا لنا وننزل لكم طريقه عمل السلايم في فيديو. وكمان قولوا لي بتاعتي احلى ولا بتاعت مسمس. بتاعتي طبعا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الفولو.